إنجيل الأحد الأول من الخمسين بنشوف فيه يسوع المسيح قائم بيظهر لتلاميذه، وأول مرة بيظهر فيها مش بيكون فيه حاضر القديس توما. توما اللي كان في العشاء الفصحي أو العشاء الأخير من اللي كانوا شاكين في نفسهم، ده بنشوفه في لوحة من لوحات لوحة ليوناردو دافنشي. توما رافع صباعه بيتساءل لو هو اللي هيسلم يسوع المسيح، لما يسوع بيقول على ان واحد من تلاميذه هيسلموه. حقيقة عامل زي صباع الشك، بيشك في نفسه، ونفس الشك ده بنشوفه هنا. بيقول انا مش هصدق انه المسيح قام من بين الاموات غير لما اشوفه بنفسي والمسه واحط ايدي مكان جروحاته. بيجي تاني يسوع بيظهر لتلاميذه وبيقول لتوما هات إصبعك إلى هنا فانظر يدي وهات يدك فضعها في جنبي ولا تكن غير مؤمن بل كن مؤمنا. يسوع بيحول توما وبيحول شك توما إلى إيمان. النص مش بيقول لنا أن توما بيحط إصبعه في جنب يسوع، ولكن بعض أغلب الناس متأكدة من ده، ومنهم لوحة تانية مرسومة من كارافاجو ممكن نشوف فيها صباع القديس توما داخل جوه لحم يسوع المسيح، كأنه بيحط صباعه في قلب يسوع المسيح اللي احنا عارفين انه اتفتح قلبه وهو على الصليب لما الرمح الجندي دخل فيه وطلع منه مية ودم. في اللحظة دي توما بيؤمن، حتى لو كان بيسميه قبل كده ربي، لأن ربي دي كلمة كانت بتقال على المعلم عند اليهود. اليوم ده بيقول ربي وإلهي، ومن الوقت ده ما بيكونش توما شكاك، بل بيصبح مؤمنا. إيمانه بيوصله أنه يبقى الرسول اللي بيبشر وبيشاور على المسيح بصباعه اللي كان بيشك بيه وبعد كده بقى يآمن بيه، دلوقتي بقى يبشر بيه وراح لغاية الهند عشان يكمل يبشر بيسوع المسيح لغاية لما بيتقتل كشاهد شهيد من شهداء يسوع المسيح. آمين.